الكعبه بدينا كعبه البيره ب 5000 نشري حربوش ولا نشري كعبه بيره انت عاتب رايك اش نشري انا اش نشري فاهم 57 سنه عم اش نشري كعبه بيره ولا ارجع لربي نعم ارجع لربي الناس كل رجعوا لربي اه ليت هاي الغلطه بتاع التوانسه كيف سيجارو على روحك شلون مشكله كنت كيف سيجارو جات له مفهوم حتى مش تقلق حد انك كيف سيجارو كيف هما غادي احنا نعملوا ايش بيهم نشرب كيس شراب انت في الفطور ولا دبوز شراب نحلها نشرب منها كيس غدو نشرب منها كيس في الفطور غدو كيس في العشاء شكون جايب الحراب شكون شكون ونخدم البرد تعب هكا الزط لا متعدي ولا الحراب مش متعدي ولا الكل متعدي في تونس عزيزة لكن ما تشوفش التونسي كل شيء بالبدعة عنده لا عزيزة كلهم يجيبوا في الزط لا الزطلة يجيبوا فيها راهم اللي شادين الحكم فهمتني كان يجيبوا ما نتكيفش ما نشربش هم يجيبوا في الزطلة لكن ما تشوفش التونسي كل شيء بالبدعة عنده لا عزيزة كلهم يجيبوا في الزطلة من الراس الغنوش من الهم الكل هم يجيبوا فيها سامحني باش نحكي معاك الدول المتقدمة اللي هي مش دول المسلمة الدول المتقدمة لحظة نحكي معاك الدول المتقدمة هي مش دول المسلمة ويشربوا ويزطلوا ويعملوا فيهم الكل لكن بطريقة متحذرة ومقنة لحظة كنا أكبر دولة متقدمة في العالم ولا ورينا آخر دولة متأخرين في العالم هكذا تخزني بالكورونا شكون نجيب الزطلة شكون نجيب الحراب شكون ونخدم البرد تعب هكا الزطلة متعدية ولا الحراب مش متعدي ولا الكل متعدي في تونس عزيزة هكا المواطن في حد ذاته البرة في الدول المتقدمة شكون أنا متقدمة يا بنتي كعبة البيرة ب 4000 يا أخي كعبة حربوش بدينار يشربها أما أخي كعبة دينار فهمتش سؤالي فهمك هنفسر لك المواطن في الدول المتقدمة متقدمة بشيخ وبش يشرب أي ما يعملوش في الدول المتقدمة ما يعملوش عم نحكي لك لا خلنت التونسي يشرب بالبدعة أي بالله مش بالبدعة عزيزة مش بالبدعة فين ما يبديش يعني حيتي يهز وحيتي يرد ما يسميش علاش يا حيتي يهز وحيتي يجيب علاش ما منك أنت ومني أنا ومن الكلاب اللي شدين الحكم يا اخي هل نخلف البرد قلت لك الحراب مش داخله الخمج داخل الزطله داخله الغبره يا ربي كمل الغبره والزطله والهم الكل داخل منين اختي تو انت هاك تصل في هاي تصل في الخبزه ب 200 فرنك هكا ولا هكا كان عايز هكا ولا وحربوشه بدينا كعبه البيره ب 5000 نشري حربوشه ولا نشري كعبه بيره انت عاتب رايك اش نشري انا اش نشري فهم 57 سنه عم اش نشري كعبه بيره ولا ارجع لربي نعم ارجع لربي الناس كل رجعوا لربي اه ليت هاي الغلطه بتاع التوانسه انت عندك غلطه قلتها تو على الاقل قلت لي كلمه نجاوب قل لي ربي يهديك بالطبيعه ربي يهديك ويهديك علاش انت رجعت لربي ربي يهدينا شكون لا لا رجع لربي انت رجعت لربي انت هاك ماكش بتحاجب تحكي معي هكا ولابسه ومحترمه ومصلي عني بي عليك وربي يعطيك القسم يعطيه لك ربي هكا ولا هاي علاش كعبه البيره ب 5000 فرنك نشرب فيها ب 5000 نشرب حربوشه بدينا في تونس احنا راهو شعب يتبع في الاوروب ما ينجمش يعمل قبل الاوروب فهمتني احنا في تونس يسبق كل شيء بالبرشة نشربوا نورمالمون شرب هما تاع غادي بار اكزومبل في فطور في حاجه يعمل انفيردو كيس بتاع شراب احنا ليه كعبه شراب ونص فهمتني باش شيخ الزطل سيجارو باش شيخ باش يعمل ديفول مو في مخ احنا في تونس لا يسمو درشنو بارشا كونتيتي تاع مش كيف احنا والاوروب مانيش كيف في الامور هذيا في الزطله في الشراب في البيره في كل شيء فهمتني نحكيو الواقع العرب راهو عندهم مخ نتاع الشيخه بارشا الاوروب عنده كونتيتي نعمل ان فير دو فان في الفطور ان فير دو فان في العشاء يزي هذاك هو احنا لا اون اكزاجير الامور هذيا يلزمنا نتبدلوا يلزم لافي تتبدل في المستقبل كيما هما غادي احنا نعملوا ايش بيهم نشرب كيس شراب انت في الفطور ولا دبوز شراب نحلها نشرب منها كيس غدو نشرب منها كيس في الفطور غدو كيس في العشاء
شدني نارين ثلاثه يسي هكا هو رزت له انا ما نتكيفاش ما نتكيفاش. فما شكون يحب يعمل سيجار وزت يعمل سيجار وزت. زت له هذه عاملين لها قانون، القانون 52 ما طراش انه يتنقح. قانون 52 ما نعرفوش شنو قانون 52. اللي زت له الحكم نتاعها يعني مش يبدلوه. هل ترى خاطر القانون نتاعها خاطر القانون نتاعو نتاع عام وفيه اختيه ماليه و زت له في فرنسا العباد تبدا تكيف في الاوروب تبدا تكيف قدام الحاكم يعمل سيجار وزت له يروح على روحه ما عندوش حتى اشكاليه. سيجارو باش يبدل له المونتاليتي نتاعو راه مش باش يفسدو ولا باش يعمل له. هو ديجا يبدا الحاكم موجود هو يتكيف في سيجارو يفتر في سيجارو ويتكيف فيه غيان دو بلوس. احنا قانوننا في تونس ماذا بينا احنا القانون تو تاع تونس كيما العباد الكل في العالم الكل العالم الكل يتكيفوا سيجارو في ثنية في الخدمة في كل شيء وما يتعاقبش عليه راه il se peut pour améliorer الفكره اللي عنده في مخه il se peut pour يولي يخدم مليح il se peut pour يعمل حاجه اخرى صحيحه كمان. اما احنا في تونس نتعاقبوا عليه سيجارو عام ودرا شنو. حسب رايك وراها المواد المخدره هذه الكل المواطن شكون وراها؟ الحكومه اللي هي ضد حكايه الفرقه هذيا. يعني تقول انت الحكومة مسيبة وتحكم. مسيبة وتحكم، مسيبة، تقول لك تكيف وما تحكم عليك. هي موجودة وشكون يجيب فيها الحكاية هذيا؟ هي الحكومة يجيب فيها. فما حتى واحد يوصل للزطلة ويوصل الأمور هذيا الكل كان الحكومة راه. كان الحاكم ما يسيبهاش وتتسربس على الناس الكل وفي الدومين الكل ما تدخل حتى سيجار وما يدخل حتى واحد. أما لا غالب هكا هو شنو نعملوا أختي الغالية هذاك هو. هذيك تونس وهذيك حياتنا. وان شاء الله نوصلوا باش نهار اخر نعيشوا كيما الاوروب نتكيف سيجارو على روحك. مشكله كي تكيف سيجارو زطله ما فما حتى باش تقلق حد انك تكيف سيجارو. كاينو سيجارو نورمال باش تكيفو وتمشي على روحك لك باش تضرب عبيدك باش تقلق عبيدك باش تسب عبيد لحد شيء. انت شيخ في مخك وهكا هو باش تشيخ وباش تروح على روحك. انا رابورتور تكيف تقبل دون لوطون قبل ما تولي الزطله في تونس فات كنت نعيش في فرنسا وتكيفت قبل الواحد. اما تو ما عادش يا حاج ما عادش شنو هو الفرق بين قبل وبين توا؟ قبل كانت الدنيا باهيه بورتون الصعب نتاع الحكم على الزطله كانت الدنيا باهيه. كان فما ردع زاده فيها الحكايه. كان ردع كبير قبل شدوك بسيجارو قبل شدي سيجارو تتكيفوا بالسرقه على ابوك وعلى امك وعلى العالم الكل وعلى الدنيا كل. ولا تو ولات اختي هكاو هكاو هكاو. عسلامة عسلامة. العقوبات السجنية توا في تونس في برشا جرائم بما فيهم الزطلة والمخدرات وكل، هل ترى انها هذاك هو معناه القانون الكيكة ولا يتنقح ويعاودوا ينظروا فيه؟ على الزطلة تحكي ولا على القضايا بصفة عامة؟ القضايا بصفة عامة وخاصة قضية الزطلة. خاصة الزطلة، الزطلة تو الله يرحمه من مشي الباجي حب على القانون هذاك وما رجلوش كما يقولوا نحن. أما هو كتحس الحاكم متساهل معاه مثلا تو مش كما قبل تو على الزطلة مثلا يشدوا فيه متكيف نورمال يشد نهارين بوشوشة ما يروح من بعد. ما عادش كما قبل عام على الزطلة تو ما فما حتى شيء ما فماش حتى واحد تو عام على الزطلة ولا حاجة. حتى على الترويج زاده ولا يسيبوا فيهم العباد هذيك حكايه اخرى. اما تحكي على الاستهلاك تو من الاستهلاك الكل تو يشد نهار بوشوشه يروح. مش معمول هو القانون به. اجتهاد اما اجتهاد اما من محكمه يروح معناتها هاكا معناتها مش ماشي كيكة تو الموضوع برشا ولا تفهم تتشادوا مثلا نهار نهارين بوشوشه ومن بعد يروح. الاستهلاك حتى يشدوا عنده حاجه مثلا حاجه صغيره كي